ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم عبد الله جامبو في فيديو جديد. طبعا زمان فاكرين لما تكلمنا على بنات السلطنة، ناس كتير كتبت لي او كلمتني في الانستغرام قالت لي عبد الله هذه البنات اصلا ليبية. انا ما كان عندي معلومات، انا كان في خيالي ان هذه البنات خليجيات او يعني من الخليج كده يعني. طبعا في ناس ممكن تستغربني تقول لي انت كيف تتكلم السعودية واللهجة الخليجية مع المصري، يعني مش عارف بس انا برتاح كده، فاهمني؟ فالناس كلمتني في الانستغرام، فناس كثير يعني قالت لي معلومات، فانا عن قالت لي معلومات يعني عن هذه البنات، فانا طالع في هذا الفيديو اقول هذه المعلومات الذي عرفتها عن هذه البنات الجميلات المحترمات الدحلابات سكر والله العظيم. طيب البنات ديت اصلا ليبيات، تمام، ولكن عايشين دلوقتي في تركيا. وانا ما اعرفش بصراحه هم اسمهم ايه، بس بعد يعني بحث كبير قوي وقعدت ادور هنا وهنا وهنا والف لفيت الكوكب كله، لقيت الاكونتات بتاعهم على الانستجرام، وعرفت ان هم ليهم اخت اسمها وفاء، وهم البنتين دولت مشهورين ببنات السلطانه، اتشهروا ازاي؟ لان هم توأم ويقومون بهز مؤخرتهم ويقومون بهز مؤخرتهم يعني بيعملوا حاجات بتثير الشهوات، خد بالك انت، حاجات تثير الشهوات، فهي ده سبب شهرتهم. واللي شهرهم اكتر اكتر تطبيق الانستجرام. طيب هتقول لي يا عبد الله هم ازاي قاعدين في تركيا وازاي بيطلعوا فلوس؟ بيطلعوا فلوس من التطبيقات اللي هي زي البيجو لايف، اللايفات، او ان حد لما هم دلوقتي مشهورين جامد قوي، واحنا زي ما قلنا الله يحرق ام التيك توك، كان التيك توك ده ساعد ناس كتير قوي تطلع، حتى لو الناس دي زي الخرا، تمام، فهو ساعد ناس كتير قوي تطلع. حتى لو انت بتقدم بيضه، يعني هتقول لي بيضه بمعنى بيضه، هقول لك اه لو انت حاطط بيضه جوه التيك توك هتشهر، فاهمني؟ مش عارف بقى انت فرخه ولا ايه نظامك، بس المهم انت هتشهر. ف تطبيق تيك توك ساعد ان البنات ديت تشهر اكتر واكتر. وفاء هي اللي لقيت الانستجرام بتاعه، ودي باين اختهم الكبيره، وليهم اخت صغيره جدا، امهم مش باينه جدا، بس هم مع اتشهروا ببنات السلطانه، مش عارف بقى امهم سلطانه ولا ايه ولا سلطانيه، ما تعرفش في ايه. طبعا رغم ان في ناس كتير قوي انا مش فاهم ازاي بتدعمهم او بتديهم لايكات او بتشير لهم، بس في ناس كتير قوي ليبيين محترمين اصلا معترضين وكارهين ان هم البنات دي تنتمي لليبيا، يعني يقول لك لا 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 قذارة. حتى في ناس كتير قوي طلبت الحكومة انها تسحب منهم الجوازات او الجنسية، لان هم دلوقتي طالعين في تركيا. وزي ما انتم عارفين ان تطبيق تيك توك دوت اساسا تطبيق يعني ما ادخل الينا الا الخرى، وفعلا زي ما كنت قاعد مع اخويا وجي قال لي على فكره تطبيق التيك توك دوت باين لك ان في ناس كتير قوي وسخه في المجتمع وكانوا مستخبيين واستنوا بس تطبيق التيك توك يظهر عشان يطلعوا عليه ويطلعوا وسختهم. يعني كلنا مثلا ممكن نغلط او نعمل ذنوب، بس بتبقى مش قدام الناس علنا كده، بس التطبيق دوت ساعد على انتشار الفجور فعلا وانتشار قله الادب. ومش قصدي مثلا ولد وبنت، لا ولد وبنت ده عادي، في ناس كتير قوي محترمه وبيقدموا مثلا محتوى محترم، لا انا قصدي على مثلا واحده طالعه ببطنها، واحد طالع يبوس واحده، سخافات تفاهات، واحد مثلا بيعمل محتوى تافه جدا ان هو مثلا يمسك البطين يضربهم في بعض وتلاقي الفيديو جايب 100,000 لايك، اللي هو ايه ده، روح امك اصلا، دي امي بتعملها اصلا وما بقولهاش حتى شكرا امي بتعمل اكلات جامده قوي، مش بيض بس او جبنه، وبقول لها شكرا، انت تدي له 100,000 لايك عشان تقش البتين في بعض، فكميه سخافات. ومثلا نقول 30% بيعمل حلو وال 70% بالعري وقله الادب، تمام. وزي ما قلت لك انا مش بختلف، اهو بقولها لكم اهو، ان ولد مثلا يطلع مع بنت لو كان في ادب واحترام ويعملوا اللي هم عايزينه، تمام، لو محتوى ترفيهي او اي حاجه مثلا بتضيع وقت بطريقه كويسه وطريقه مناسبه للطفل او للناس المحترمه اللي بيتابعوا المحتوى بتاعه، تمام. ومين بقى اللي استغل تطبيق تيك توك بالشكل الخطأ؟ كان من ضمنهم بنات ليبيا او اللي هم بنات السلطانة، تمام، لدرجة ان في ناس كتير قوي ليبيين بقوا طالعين يقولك انتوا عرتونا، انتوا جبتولنا العار، انتم لا تنتموا الينا،
وفي ناس طبعا زبالة منزلين مثلا ايه فضايح ليبيا وساخة ليبيا الكلام ده. طبعا احنا عارفين، او انت كشاب ناضج شاب عاقل شاب مش تفكيرك راجع او متخلف، عارف ان الكلام دوت اكيد مش كل الشعب. يعني ممكن تلاقي هنا في مصر ناس وسخه وناس كتير قوي محترمه، في السعوديه هتلاقي مثلا ناس برضو وسخه وناس كتير قوي محترمه، وليبيا كذلك، وجميع الدول العربيه. فنحن نعرف ان هذه البنات لا يعني لا ايه مش هي رمز ليبيا، او مش هي الايقونه بتاعت ليبيا. في ناس كتير اكيد محترمه، بس انا بفهمك ان البنات دي استخدمت التطبيق دوت بالشكل الخاطئ لشهرتهم، تمام، وجلب الحيحانين من الشباب. ومعنى كلمة حيحان الذي يسعى وراء البنات حتى إن كانوا يقدمون التفاهات. زي ما قلت، منين بيعيشوا أو فين أهلهم؟ زي ما قلت ليهم أم، وهم في تركيا، وهم 4 بنات، واحدة صغيرة خالص ممكن مثلا 13 سنة، وبنتين صغيرين مثلا في ثانوي اللي هم 17 18 سنة، وفي أخت كبيرة باين 23 أو 24 سنة، ودي لقيت الأكاونت بتاعها بتاع الانستجرام، بس طبعا مش هديهولك بهزر، تمام. فالناس ديت زي ما قلت عايشين على برامج اللايفات والاعلانات اللي بتجي لهم، يعني مثلا شركه بتاعت اكسسوار بنات مثلا، او تيشرتات بناتي، او منتجات للشعر بناتي، او منتجات للبشره بناتي، بتخش تكلمهم في الانستجرام وبيعمل لهم اعلان على الانستجرام، وزي وهم عايشين من الفلوس ديت او من المصاري ديت. تمام. انا طالع بس اقول لكل اخواتنا الليبيين ما تزعلوش، احنا عارفين ان دوت بيحصل جامد قوي، ان واحدة مثلا تتنازل عن مبادئها وعن قيمها وعن احترامها لاجل الفلوس، تمام. مش هقول بس غير ربنا يهديهم، اخواتنا الليبيين كلهم على راسنا من فوق، تمام. لحد هنا اكون خلصت الفيديو بتاعي، وانا باذن الله يعني بقيت احاول دلوقتي ان انا اقلل محتوى الرياكت، تمام، لان خلاص احنا عملنا اللي علينا زمان. يعني اللي فاكر عبد الله جامبو من 2016 او 2017 او 2018 ضحكتكم كتير، وكنا بنجيب مع بعض الملايين، الناس طبعا اللي بتتابعني من زمان. فانا دلوقتي يعتبر سني كبر شويه، فمش هينفع اعمل رياكت كتير قوي، لان بحس ان هو بيقل من الواحد او بيخلي الواحد شكله مش لطيف. بس ممكن مثلا نعمل مقالب كده اهوت، نكلم اصحابنا في التليفون ونغير صوتنا ونعمل حاجه خفيفه لطيفه، ممكن ان شاء الله. بس انا ان شاء الله المحتوى بتاعي الاساسي ان انا هقدم قصص وعبر، وممكن حكاياتكم الشخصيه، ويعني انت ممكن تحكي لي حكايتك على الانستجرام، تبعت لي على الانستجرام وانا هعرضها على الناس، وممكن الناس تديني حل، واعمل بعد كده فيديو تاني واحاول انصحك فيه، او مثلا نقدم فيه العبر، او نحاول نوصل لحل معين يريحك. كان معاكم عبد الله جامبو من قناه عبد الله جامبو. انزل بقى بسرعه اعمل لايك، ولو انت اول مره تشوفني انزل بسرعه اشترك في القناه وفعل زر الجرس وخليه كل اشعارات عشان يوصل لك كل جديد، زي الفيديو اللي هيظهر دلوقتي عشان يجي لك كل جديد انا بنزله اول باول. وسلام. تحت الفيديو هتشترك كده في قناتي، وبعد تشترك تدوس على الجرس دوت، مش مخصصه بقى تخليك كل اشعارات عشان يوصل لك كل الفيديوهات اول باول. دن ستتلقى كل اشعارات اول باول. بس كده اعمل حك.